برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر محطة نور الشباب. هالسنة ورغم كل الصعوبات يلي عشناها واللي عم نقطع فيها من قلق ومشاكل صحية ووطنية واقتصادية وحتى نفسية، ما فينا إلا ما نشكر الرب يسوع على كل النعم يلي عطينا إياها، ودائما نتذكر إنه الرب إلى جانبنا وهو ولا لحظة بيتخلى عنا. كرمال هيك لازم على طول نتحلى بالأمل والرجاء بأنه الرب دائما موجود حدنا وهو السبيل الوحيد لراحتنا وخلاصنا. مشاهدينا، مثل ما دائما تعودنا رح نبدأ نهارنا مع فصل من الإنجيل المقدس مع الأب جورج نصيف المريمي. ولد المسيح، هللويا. الله معكم أخوتي المشاهدين. نحن وياكم اليوم رح نتأمل من نص من إنجيل متى. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. ولما مات هيرودس تراءى ملاك الرب ليوسف في الحلم بمصر وقال له: قم فخذ معك الصبية وأمه وعد إلى أرض إسرائيل، فإنه قد مات طالبو نفس الصبي. فنهض فأخذ معه الصبية وأمه وجاء أرض إسرائيل. وإذ سمع أن أرخلاوس ملك على اليهودية مكان أبيه هيرودس خاف أن يذهب إلى هناك. وإذ أوحي إليه في الحلم انصرف إلى نواحي الجليل، وجاء فسكن في مدينة يقال لها الناصرة، ليتم ما قيل بالأنبياء إنه يدعى ناصرياً. حقا والأمان لجميعكم. أخوتي، بنظرة أولى على هالنص يلي رناه اليوم بتظهر قدامنا عدة شخصيات وعدة أماكن ذكروا بهذا النص. الأشخاص هن هيرودس، القديس يوسف، وأرخلاوس ابن هيرودس. الأماكن اللي ظهرت كمان قدامنا بهالنص هي مصر اليهودية والناصرة في الجليل. رح نحكي شوي عن هالأسماء هيدي. هيرودس الملك ابن أنتيباطر الأدومي المهتدي إلى اليهودية، يعني هو منه من أصل يهودي، معين من السلطة الرومانية، ملك على اليهود. هيرودس كان عمره 33 سنة وحكم من سنة 40 قبل المسيح إلى سنة 4 قبل المسيح. ولأنه لم يكن محبوبا من اليهود كان دايما عنده خوف على ملكه، ونحن بنعرف أنه بيرتبط اسمه بنص الإنجيل بيخبرنا عن مجزرة أطفال بيت لحم، وكمان بنعرف عنه أنه قمع عدة معارضات قامت ضده بطريقة وحشية، وما تأخر كمان عن القيام بمجزرة داخل بيته، قتل مرته ودفن معها أولاده كلهم الأحياء لما شعر أنه زوجته عم تدبر له مكيدة. ولكن نهايته كانت موتة بمرض كتير بشع وما حدا قدر يشفي منه. من بعده انقسمت المملكة إلى 4 أقسام، كل واحد من ولاده أخذ قسم من هالمملكة، وكانت منطقة اليهودية من نصيب ابنه أرخلاوس اللي بينذكر بهذا النص. أرخلاوس ما كان أفضل من بيو لأنه بلش حكمه بالمملكة أو بالولاية بمجزرة قتل فيها 3000 شخص بأورشليم. هل أوحى الله ليوسف أن لا يذهب إلى اليهودية، فعاد إلى البلدة اللي نحن كلنا بنعرف أنه كان عايش فيها قبل لما تعرف على مريم، وقبل ما راحوا على بيت لحم كان عايش بالناصرة، فعاد إلى الناصرة. هون أنا حابب أتوقف شوي معكم أخوتي عند نقطتين بيحكي عنهم البابا فرانسيس برسالته عن القديس يوسف هالسنة يلي عنوانها بقلب أبوي. الأولى هي طاعة يوسف، حيث يقول أنه الله كلم يوسف 4 مرات بالحلم. بالحلم الرابع يلي نحن اليوم قرينا عنه أوحى إليه أن لا يذهب إلى اليهودية. جواب يوسف كان كالعادة الطاعة. وبيقول البابا يوسف رجل النعم ومعلم الطاعة، بيعلمنا الاتكال على مشيئة الله دون تردد وبثقة الأبناء. النقطة الثانية هي شجاعة يوسف الخلاقة. يظهر هالنوع من الشجاعة عند مواجهة الصعوبات. فيوسف عرف أنه الله لا يتدخل بشكل مباشر، لكنه يتدخل من خلال الأحداث ومن خلال الأشخاص. الله يتدخل من خلالنا نحن.
لا يتخلى عنا في المصاعب، بل هو يضع ثقته فينا، ونحن إذا كنا حاطين ثقتنا فيه منلاقي الحلول بأنفسنا. وبيقول البابا فرانسيس أنه من خلال شجاعة يوسف الخلاقة بيعلمنا الإنجيل أن الله ينجح دائما في إنقاذ ما هو مهم. نرجع للنص، بيحكي عن مصر والعودة من مصر، بتذكرنا بأحداث العهد القديم مع يوسف ابن يعقوب يلي بيعوه إخواته إلى مصر، ثم هناك صار مجاعة، ومنعرف أنه إخواته نزلوا لعنده وعاشوا بسبب وصوله أنه يكون نائب الفرعون. عاشوا بمصر إلى أن دعاهم الله بواسطة موسى للعودة إلى أرضهم، يعني حوالي 400 سنة. الناصرة منا مدينة يوسف، فهو من نسل داود مثل ما نحن منعرف، أي من منطقة بيت لحم، ولكن سكنوا في الناصرة كان بسبب هربوا من أرخيلاوس. والناصرة هي بلدة صغيرة تقع على تقاطع طرق القوافل التجارية المهمة، من هيك كان فيها حامية من الجيش الروماني، فإذن هي مدينة أو قرية مختلطة من اليهود والوثنيين، فلها السبب كانت محتقرة من اليهود وما كانوا ناطرين أنه يجي أبدا من المخلص. متى بيقدم لنا بهالنص إطار تاريخي عاش فيه الرب يسوع، فيه كانت تتم نبوءات الكتاب المقدس أي بيسوع، رغم أنه بداية حياته على هالأرض كانت خفية وغير متوقعة ممن ينتظرون المسيح المخلص، إلا أنه أظهر نفسه للعالم، لم يرد أن يأخذ عرش هيرودس بل أن يدعوه ويدعونا جميعا إلى مملكته السماوية، يهبه ويهبنا نحن كلنا حياة أبدية، حرية حقيقية، سلاما وفرحا، فله المجد إلى أبد الآبدين، آمين. مشاهدينا بنتوقف مع فاصل وبنرجع من بعده لنتابع فقرتنا. عودة لكم مشاهدينا لنتابع فقرتنا ونتعمق أكثر بإنجيلنا لليوم مع الأب جورج نصيف المريابي. أبونا، بالبداية اليوم خلال الإنجيل يلي قريناه مع حضرتك منلاحظ أنه الملاك يتراءى من جديد
ليوسف، كما قبل كمان ظهر للعذراء بالبشارة، ونشهد على ظهور الملاك بآيات عديدة من الإنجيل المقدس. شو أهمية اليوم وجود هذا الملاك بحياتنا، وليش الرب جعل منه وسيلة للتواصل معنا منذ القدم يمكن وحتى اليوم؟ حسب ما بنعرف نحن بالكتاب المقدس وبتعليم الكنيسة، أنه الملائكة هم خدام الله. هالخدام هودي ربنا بيبعتهم من أجل رسالة معينة، يعني منه شيء جديد. نحن نشوف مثلا كمان مع إبراهيم بسفر التكوين، بقلنا إجا ملاك أو ثلاث ملاك يحكيوا مع إبراهيم، والملاك اللي إجوا لحتى يخلصوا لوط من صدوم لما كان بده ربنا ينزل نار وكبريت عليها. فإذا الملاك هو المرسل من الله، هو اللي بيجيب الخبر للإنسان، وبغالب الأحيان هي دعوة خير إلى الإنسان، أو إنذار لشر معين بده يصير لحتى الإنسان ربنا أراد أنه يخلصه من هالشر المعين. وبالعهد الجديد بنشوف أنه دائما كان هالملاك يحمل البشرة السعيدة لمريم، لزكريا، حتى ليوسف كان ينذروا ببعض المطارح، ومطارح أنه يزلوا هالخوف، يزيل الخوف من قلب يوسف، يعني ظهور الملك وإلى آخره. فأذن المرسل من الله هو من أجل خير الإنسان، من أجل خلاص الإنسان. والرب بيحكينا من خلال ملائكة، من خلال أحداث حياتنا، من خلال أشخاص بيمرقوا بحياتنا. فأذن ربنا عنده عدة طرق بيتكلم فيها مع الإنسان، ومن بيناتها حسب الكتاب المقدس هو يتكلم أيضا بعض الأحيان من خلال ملاك يرسله إلى البشر. نعم أبونا، مثل أيضا ما شفنا بالفصل الإنجيل أنه القديس يوسف كمان أيضا طاع لمشيئة الرب، وحضرتك كمان ذكرت قبل شوي أنه هو رجل النعم ومعلم الطاعة، وهذا اللي شدناه أيضا بفصل اليوم. قديش لازم نتشبه نحن بتعاملنا اليومي وبحياتنا اليومية للقديس يوسف بهيدي الناحية، لنكون عم نطيع لمشيئة الرب بحياتنا، ويكون عنا ثقة بأنه هيدا الشيء يلي بده إياه الرب لنا. قداسة البابا، ما بعرف إذا عملتوا شي حلقة أنتوا عن رسالة البابا يلي بعتها السنة، وأعلن سنة مار يوسف بالكنيسة من 8 كانون الأول 2020 ل 8 كانون الأول 2021 هي سنة مار يوسف، وكتب رسالة بحب أبوي صحيح اللي ذكرتها أنا شوي كمان، بيحكي فيها عن شخصية يوسف الرائعة بالكتاب المقدس. ونحن إذا نتأمل بشخصية يوسف، إذا بنقرأ المطارح اللي بيذكر فيها مار يوسف بالإنجيل، منلاقي يوسف ما حكي ولا كلمة ولا مطرح بقلنا الإنجيل فقال يوسف. صحيح. دايما يوسف كان المصغي، حتى أوقات ضمن أحداث كانت عم تصير بحياته مش هو مسؤول عنها، ولكن تحمل هالمسؤولية يلي ربنا دعاه لها ومشي فيها. فإذا من هون نشوف يوسف الشخصية الطائعة، الشخصية المصغية، الشخصية القلية الكلام، الشخصية اللي كانت تشوف أنه مشيئة ربنا بحياته وين بده أن يكون، ويقوم ينفذ هالمشيئة، هذه الطاعة اللي حكينا عنها قبل شوي. فإذا شخصية مميزة يوسف، ربنا اختاره ليكون هالرفيق، يعني يرافق يسوع ويرافق مريم بطريقة مميزة كتير. كان بالخفاء عايش، بس بذات الوقت عم بيقوم بدوره للآخر. ما كان هالشخصية اللي نافرة بالكتاب المقدس، بس كان هالشخصية اللي هي حاضرة دايما، دائم الحضور. دائم الحضور لشو؟ دائم حضور لكل شيء ربنا عم يطلب منه أنه يعمله، ونفذه للآخر، فقام بعمله خير قيام. لذلك نحن بالكنيسة في عنا أخويات حتى كمان على اسم الميتة الصالحة، يعني بيتشبهوا بمار يوسف أو بيطلبوا شفاعة مار يوسف، حتى تكون الميتة عندهم مثل ميتة مار يوسف بين إيدين يسوع ومريم. فاللي عيش كله للرب، ربنا آخر شيء نقله بطريقة كتير حلوة من هالحياة، مات بين إيدين يسوع ومريم. فهذه هي شخصية يوسف باختصار. اليوم نحن حضرتك كمان أيضا هلأ ذكرت أنه القديس يوسف كان يصغي، ويمكن نحن اليوم كل واحد بحياتنا وبعز الضجيج اللي عم نعيشه وكل القصص اللي ممكن تكون عم بتلهينا، كيف بنقدر نحن نكتسب إذا ممكن نقول هيدا الوعي أو الصفاء الذهني لنعرف نميز نحن فعلا صوت الرب بحياتنا، هو شو بده منا، وما نكون عم نلتهي بقصص يمكن عم تمنعنا من أنه نحن نتمم المطلوب منا. ذكرت كلمة كتير أساسية أنتوني، هي الضجيج. هذا الضجيج يلي هي سمة مجتمعنا اليوم. ما عم بحكي عن الضجيج يعني كأصوات،
صحيح. الضجيج هي فوضة العالم اللي عم نعيش فيها، فوضتنا نحن، يعني هالفوضى اللي عايشين فيها، وين ما كنا وشو ما عملنا وين ما رحنا وين ما جينا منحس حياتنا ما بقى نعرف فيها شوي قيمة للهدوء والصمت والرواء، عطول فيها ضجة، فيها ركض، فيها اهتمامات، فيها هموم، فيها مصاعب، ونحن كتير مهتمين، يعني صايرين مثل ما بيقول يسوع بالإنجيل مرتا مرتا، مهتمة بأمور كثيرة. صحيح. فأكتر منا صايرين مرتا وأكتر من مرتا، يعني منحط لها لمرتا من دوب عليها لمرتا بهالموضوع هيدا. فهيدا هو الأساس ما نبلش منه، قديش أنا قادر أني عن جد لاقي خلوة مع ذاتي. أول شيء بدي بلش بخلوة مع ذاتي لا أقدر أنتقل إلى خلوة مع الله، وهيدا شيء بدي بلش أتدرب عليه بدقائق بنهاري، سير زيدون هالدقائق لحتى أوصل لشيء أكتر. وإذا اضطريت بوقت من الأوقات أني روح أعمل نهار جورنيه بهدوء وصمت برياضة روحية، يعني الرياضات الروحية اللي بتعني من رياضة روحية صارت كتير قليلة عند المسيحيين، بينما هي كتير أساسية بنمونا الروحي، لأنه الإنسان بده يراجع حياته، ما بيقدر يراجع حياته هو بعده عم يركض، بده يوقف شوي، بده ياخد نفس حتى يقدر يراجع حياته. ومراجعة الحياة لوين بتوصلني؟ بتوصلني أني أيم الشيء اللي عم بعمله. إذا كنت عم بعمل شيء كتير غلط وبعدني ماشي فيه، مثل يطلع بالترين ورايح عكس المسيرة اللي هو رايح فيها، ما كل ما يمشي هالترين أسرع كل ما يبعده، فبدي أوقف أنزل من هالترين وأرجع أبرم وأمشي صوب المسيرة اللي أنا لازم أمشي عليها، الطريق اللي لازم أمشي عليها. فإذا كنت عم بعمل غلط بدي صحح الغلط، وإذا عم بعمل صح بدي أرجع أركز هالصح فيه، هني حالي شوي فيه أنه برافو أنه أنا عم لاقي الشيء الصح لازم أمشي، أرجع أركز الأسس مزبوط وأرجع أنطلق. نعم أبونا، اليوم طب يقول الملك قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل فقد مات من كانوا يطلبون نفس الصبي. هالجملة يمكن إجت لطمأنة بال القديس يوسف على الطفل يسوع من جهة سلامته، ولكن مع العلم أنه هو ما راح مطرح ما كان توجه للناصرة. قديش يمكن هذا الأمر اليوم يعكس صورة كل أب اليوم بخاف على أبنائه ولازم يكون عم بيتمثل بالقديس يوسف ليقدر هو فعلا كمان عم بيقوم بواجباته تجاه أطفاله. بيقول النص أوحي إليه أن يذهب إلى الناصر، يعني حتى كمان إذا بنقول مش بحلم ولكن بدفع من ربنا أنه يحول لهنيك. يوسف هو الإنسان اللي قلنا عم يصغي لصوت الرب، هيدا اللي بده إياها اليوم كل أب يمكن من الأباء يلي عم بيهتموا بولادهم، أنه طيب أوقات هالإنسان يلي مثل ما حكينا قبل شوي عايش بعجقة هالعالم يمكن كمان عم بيغلط بتربية ولاده بطرق معينة، مش عم بيعرف يربيهم بالطريقة الصحيحة لأنه عايش بعجقة هالعالم وفوضى هالعالم. فشو المطلوب منه؟ المطلوب هالإنسان يصلي، لأنه الأولاد هني عطية من الله، وإذا كانوا عطية من الله أنا حتى أعرف نشئهم ليضلهم يمشوا بطريق الله الصحيحة بالطريق الصحيح، فعلي أن أستلهم روح الرب. فالباي قبل ما يجي يأخذ قرارات صارمة وأوقات قرارات من راسه وأوقات قرارات منا مناسبة لأولاده، يفكر شوي على ضوء الروح القدس، على ضوء الإنجيل، أنه شو الأحسن لأولادي، شو الأفضل لعائلتي، شو المزبوط يلي بخليهم يمشوا بالطريق الصحيح. يعني ما كون بس عم بربط تنشئة أولادي وتربيتهم ومتابعتهم بس قديش قادرين يعملوا يجمعوا مصاري مثلا، ناخد هالمثل، أو قديش قادرين يعملوا ثروة، مش هيدا الأساس. لما يسوع كان عم يحكي عنه الإنجيل بعمر 12 سنة كان ينمو بالقامة والحكمة والنعمة، يعني في عنا ثلاث ديمونسيون بدو يمني عليهم الإنسان، القامة والحكمة والنعمة. القامة الإنسان بحاجة لجسد صحيح، بده يأكل ويتغذى ويأخذ الأدوية اللي لازم أدوية وإلى آخره. بالحكمة بده يتعلم، بده يكون إنسان معلم مثقف، ما بقى في اليوم الإنسان يعيش أمي ما يتعلم. صحيح. ولكن النعمة منين بدها تجي؟ النعمة بدها تجي من الأهل يلي عم يربوه على معرفة الله، على معرفة الإنجيل، على يعرف يصلي، يعرف ليش هو مسيحي، يعرف ليش هو معمد، يعرف ليش أنا بدي أنتمي لهالجماعة اللي هي الكنيسة. فإذن هيدا هو دور الأهل، هيدا هو دور الأب يلي مار يوسف كان عم بيستوحي أوحى إليه الرب. صحيح. فإذن كان عم بيستوحي من الرب. أبونا اليوم أرخيلاوس كان ملك قاسي ومتسلط، وكمان كان عم يتبع نفس نهج والده بالحكم. هل كان محتم أنه يتجه يوسف القديس يوسف بيسوع ومريم العذراء إلى الجليل
وهالخطوة كانت موجودة ليتحقق اللي هو كان بده يصير ويتسمى بيسوع الناصري وتتحقق تسمية النبوءة. إذا بنجي للمزبوط بنفتش على هالنبوءة بالكتاب المقدس ما قالها مش موجودة. مش موجودة، ولكن نحن بنعرف أنه مثلا لما يحكي أشعيا النبي عن أنه يسوع بيعيش بمنطقة فقيرة أو منطقة مجهولة، بنعرف أنه عايش بالناصرة هالمنطقة الفقيرة المجهولة أو هالمنطقة يلي ما كانوا الناس يعتبروها أنه من هونيك جاي المخلص. بس هذه الآية أنه يدعى ناصريا مش موجودة. إذا منشوف بعدين مثلا بيلاطس لما انكتب على الصليب فوق يسوع كتب يسوع الناصري ملك اليهود، فإذا كان ينتمي يسوع إلى الناصرة بالاسم، أليس هذا هو الناصري الذي نحن نعرف أمه وبيه وإلى آخره؟ هذه اجت بالإنجيل بمطرح أنه لما شافوا يسوع عم بيعلم كأنه كشخص عنده سلطان، فتساءلوا أنه مش هذا الناصري اللي بنعرفه. يعني هي كانت لقب ليسوع مثل كيف نحن هلأ مثلا بيقولوا واحد افترض من بيت ما بعرف بعقليني من بيت عشقوتي إلى آخره، هالعائلات اللي بتحمل اسم الضيعة اللي يمكن جايين منها، فيسوع الناصري بس هي كآية مش موجودة. فإذا وجود يوسف هونيك هو يمكن لأنه كان شخص كان عايش بالناصرة قبل. نحن بنعرف أنه لما ظهر الملاك على مريم وبشرة، ولما مريم عرفت بحبل أليصابات ذهبت من الناصرة إلى بيت أليصابات بغير حد أورشليم. فإذا هذا المكان اللي كان يعرفه يوسف، لما نحس أنه في خطر على يسوع باليهودية لأنه أرخيلاوس جزار أكثر من بيه حسب ما ظهر أول ما استلم الحكم، فضل أنه يرجع إلى هذا المكان لو مكان ما هو بينتمي لإله كمثل يعني كعشيرة داود من بيت لحم، ولو ما كان بينتمي إلى الناصرة، ولكن فضل أنه خلينا بهالمكان اللي هو خارج حكم أرخيلاوس الجزار، بل رجع أرخيلاوس بيتصرف مثل بيو لأنه هيك الظاهر كان. أبونا اليوم ومن خلال الآيات اللي بنقريها بالإنجيل المقدس بالكتاب المقدس أيضا العائلة المقدسة واجهتها كثير مشاكل، واليوم نحن ما في عائلة كمان أيضا ما بتواجهها المشاكل من أنواع من جميع الأنواع. يعني قديش اليوم شو هي الصفات يلي نحن اليوم فينا نتعلمها من هذه العائلة المقدسة وكيف هي قدرت تتواجه مشاكلها لنقدر كمان نتعلم نتخطى هالمراحل كلها وهالصعوبات يلي عم نعاني منها؟ الثقة، الثقة بالرب. مريم ويوسف اثنيناتهم كان عندهم هالثقة بالرب، واثنيناتهم عاشوا الطاعة، واثنيناتهم عاشوا الإصغاء. فإذا العائلة اللي بدنا نبنيها على أسس عائلة الناصرة بدنا نشوف على أي أسس بنيت عائلة الناصرة. هودي هن الأسس: ثقة بالرب، الرجاء أنه ربنا ما رح يتركنا بنص الطريق، وهذا اللي بيّن مع يوسف ومريم أنه ربنا ما تركنا بنص الطريق، كفى معنا للآخر. عندنا إيمان أنه الرب حاضر بعائلتنا، وهودي بنقدر نعرفناهن لأنه كانوا عايشين الصمت، كانوا عايشين الإصغاء، وكانوا عايشين اثنيناتهم. بقلنا يوسف كان بارا، ومريم نحن بنعرف شو بتخبرنا الكنيسة والتقاليد عنها أنه كانت ابنة الهيكل، عاشت بالهيكل وكانت تتأمل بالكتاب المقدس وتعلمت الكتاب المقدس. فإذا القرب من الله هو أنه أنا أفتح لإله مجال أو طريق ليدخل هو على حياتي، لأن ما بقدر أنا أنه كون عايش بمطرح وقرب من ربنا إذا مش فتح له الطريق أنه هو كمان بذات الوقت يقرب مني. فربنا دائما ببادر مثل ما كان يبادر بحياة مريم ويوسف، على الإنسان يجاوب على هالمبادرات دائما، جواب على هالمبادرات أني أنا رد. يعني في شخص عم يحكيني اللي هو الله، أنه أقل المطلوب أني أنا رد عليه، فعم يحكيني بدي رد عليه يعني. هيدا هو الأساس، أني كون فاتح مجال لربنا يدخل إلى حياتي لأنه يعرفني مشيئته وين وأنا رد على هالمشيئة. أبونا قبل ما ننهي فقرتنا اليوم كلمة أخيرة من حضرتك لجميع المشاهدين وخصوصا مع بداية السنة الجديدة. أنا بعيدكم وبعيد كل المشاهدين ومنقلكم إن شاء الله تكون سنة مباركة على الجميع، وما نخاف، أهم شيء ما نخاف. كل الإنجيل بوين ما كان يسوع بيقلنا أو الإنجيل بيقلنا لا تخافوا، وآخر مرة مبارح على عيد الميلاد سمعنا لا تخافوا للرعاة. صحيح.
ونعتبر حالنا نحن هالأشخاص المؤمنين. الكلام أكيد هو موجه لكل واحد منا، لا تخافوا. فشو سمعنا وشو عم شو شفنا وشو عشنا بهالسنة، خلينا نحطهم أنسى ما ورائي وأنبسط إلى الأمام، وما أنطر هالأمام جاي من حدا عم بيخبرني عن الأبراج وعن النجوم وغيرها. أنطر هالأمام اللي جاي، ربنا بينا يلي عنده العناية الإلهية عم بيعتني بواحد من بكل واحد منا. فما ننطر من حدا إلا منه هو هالعطايا وهالحضور يلي أنا هو بده يكون حاضر بحياتي وأنا كمان كون حاضر قدامه، وعم قاله لتكن مشيئتك يا رب. وسنة مباركة على الجميع. شكرا لك أبونا جورج نصيف المريمي، وأنا بدي أتشكرك على حضورك، وأنت كمان اليوم كنت مرافقنا تقريبا طيلة هيدي السنة، أنا بدي أتشكرك. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع فاصل وبنرجع من بعده لنتابع باقي حلقة باقي فقرتنا. ما تنسوا تركعوا قدام المغار وتصلوا معه للطفل يسوع. ما تنسوا تركعوا قدام المغارة وتصلوا معه وتقولوا بخشوع: يسوع هو العيد، فمو يا بشر للبس لشديد ولا الشجر. يسوع هو العيد، فمو يا بشر للبس الجديد ولا زينة الشجر. غريب كبريائنا نحن البشر، راكدين ورا الملذات، الفراغ عم ياكل قلوبنا. وبعد ميلادك يسوع مش أكتر من تياب جداد وولايم فاخرة وهدية بتعطي سعادة كاذبة. يا هالطفل الكبير، انت وحدك فيك تزرع فينا نعمة التواضع تندوق معك فرح العيد. يسوع هو العيد، فمو يا بشر للبس الجديد ولا زينة الشجر. يسوع هو العيد، فمو يا بشر للبس الجديد ولا زينة الشجر. يسوع هو العيد. الله وإنك الملك، هو يعرفك
علمنا مثل الخروف كيف نميز كيف نشوف، علمنا مثل الخروف كيف نميز كيف نشوف، كيف الطفل نشوف راعي عم بيفتش عالخروف، علمنا نعيش البراءة من نيرانا نقطف باقة، علمنا نعيش البراءة من نيرانا نقطف باقة ونحمل البشارة ونطوف. راجع قدامك عم يلهت نفس وكنزة صوف، أذكى من الملك البدو يقتلك، هو يعرفك ابن الله وإنك الملك، هو يعرفك ابن الله وإنك الملك، هو يعرفك ابن الله وإنك الملك. يا باقة النور وجيب الرجاء،
عودة لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا لليوم، وبهيدي الفقرة رح نكون عم نتعرف على موهبة جديدة ونتعرف أكثر أيضا على عالم التلحين وبالأخص عالم تلحين التراتيل مع ضيوفنا. واسمحوا لي أني رحب بالمرنمة كارن مغاوي، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. أيضا بدي رحب بالأستاذ مارون أبو ديوان، دكتور بمعالجة الصوتيات. أستاذ مارون أهلا وسهلا فيك. مدام كارمن، بالبداية رح أبدأ معك. اليوم حضرتك كيف وأمتى اكتشفتي هيدي الموهبة اللي عندك إياها؟ يعني من أنا وصغيرة أكيد اكتشفنا الموهبة، الأهل يعني الماما شجعتني وحكيت المدرسة حتى ينتبهوا لهالموهبة، ومشيت فيها يعني بالأكيد ريسيتالات وكورال فتت على الكونسيرفاتوار كمان، تعلمت الغنى الشرقي وعلى آلة العود كمان. نعم. وهيك مشيت فيها. اليوم حضرتك ذكرتي انه انت اليوم من انت وصغير يمكن اكتشفتي هيدي الموهبه يلي عندك اياها، ولكن لما الشخص يكون عنده موهبه او نعمه الصوت الجميل اذا فينا نقول، مش كثير بيختاروا يتوجهوا للتراتيل. نعم. حضرتك اليوم ليش اخذتي هيدا القرار انه نتوجه اكثر لغناء التراتيل؟ هلا انا بغني وبرتل يعني الاثنين سوا. نعم. هلا بهالفتره يعني بتعرف هالاوضاع انه ما حدا له نفس يغني، هو لازم حدا يسبح ربه هلا هاي هي يعني. نعم. الصلاة أهم شيء. اليوم كمان حضرتك كنت قبل كمان يمكن أو خلال اللي كنت عم تكفي إذا فينا نقول المسيرة الغنائية تبعي، كمان كنت أيضا عم بتعلمي، يمكن هيدي الخبرة كيف شو اكتسبتي من وراها اليوم، وكيف قدرتي تنسقي ما بين الموهبة والعمل بذات الوقت؟ صراحة كنت روح على الجامعة حامل العود معي. نعم. يعني خلص وروح دغري على الكونسيرفاتوار، كنت نسق يعني بين الدراسة والفن، وكل شيء بوقته حلو يعني كنت أعطي وقت لكل شيء. نعم. دكتور مارون، حضرتك اليوم قبل كمان ما نحكي بتفاصيل التراتيل، اليوم حضرتك إذا ممكن نعرف أيضا المشاهدين عن حضرتك وعن مسيرتك اليوم كيف بدأت واليوم إلى أين وصلت؟ أنا خريج رويال أكاديمي ماستر ديجري من لندن، من إيرلندا يعني بلفاست، سنة 86 عايز على ماستر ديجري بالعلوم الموسيقية. بعدين أخذت مناصب كويسة بالنقابات، يعني أنا كنت مستشار نقابة الموسيقيين المحترفين لأكثر من 20 سنة مستشار بالنقابة. سنت كان عندي بروبلم بالاداء بالنسبه لكل شيء بيطلع من استديوهات من بعد ما سكر استديو اسمه بعلبك بالايام بالتسعينات. فانا كنت موزع باستديو بعلبك، موزع لكثير عده اغاني ولفنانين معروفين بالثمانينات. التسعينات سكر، فصار عندي فريق بالنسبة إنه لاقي استديو يحقق لي طموحاتي. يعني أنا عندي قناعات معينة بهذا الموضوع، ما وقفت عنده، فقررت اتجه للأوديو مع خبرتي بالموسيقى. صحيح. مع إنه أنا كنت شيف أوركستر لأهم فنانين بلبنان، سمير يزبك، عصام رجي، كنت شيف أوركستر أكثر من 20 سنة مسكلون أوركستر سابق. فالنتيجة بال 2010 قررت اتجه للاوديو، فدرست بكوميون بكوريا. نعم. عملت دكتور بمعالجه الصوتيات، يعني الميكسينج اند ماسترينج اند كل شيء بيختص بمعالجه الصوتيات. وعملت استديو منطقه برمانه لالي، وهلا بعلم بعده جامعات الاوديو. نعم. دكتور، يمكن نحن ويمكن المشاهدين كتار يلي يمكن ما بيعرفوا كيف اليوم ننشغل على قطع موسيقية، إذا ممكن من خلال خبرتك يمكن تاخذنا بالخطوات يلي ممكن نوصلها، وخصوصا من ناحية الميكسينج والماسترينج، تنقدر القطع الموسيقية نكون عم نقدمها بشكل نهائي للمستمعين. صح. هي في ستيبس بدها تمشي فيهم. نعم. أول شيء الملحن،
أو 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 مكتشف اللحن، بنسميه ملحن، كان موسيقى أو 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 عمل غنائي يعني أو ترنيمة. ف أول موضوع بدها تيجي الجملة الموسيقية، بتروح عند الموزع، الموزع بيوزع، بعدين بتتوزع بتتنفس مع الأوركستر بالستديو. في مرحلة الميكساج والفاينل، هو الماسترينج اللي بنسمع كتير عنه، هو قليل بيعرف شو هو. صحيح. بتحب تعرف شو الماسترينج؟ صار نحن بنقول عملنا ماسترينج. طيب تيجي تسأله اللي عمل لك ماسترينج شو عملت لي؟ بقول لك سوري باللبناني نحن نفخناها، ما بدها هالقد يعني عملية انه تنفخها، عرفت كيف علي؟ في بالون، في هي العملية في فريكوانسيات معينة اللي بتظهرها بقلب الغنية لحالها بتطلع. فالميكسينج بيشمل خمس شغلات. هلا في ناس بالستديوهات جايبين سوفت وير معين معمول لسيستم أجنبي. ما بيفهم الموسيقى تبعيتنا، نحن الموسيقى تبعيتنا الموسيقى العربية أو اللبنانية إلى تركيبة معينة غير التركيبة الأجنبية ما بيعرفوها. هن انتكالهم هونيك على موضوعين، هن الكيك والبيس. نحن عنا هون أول شغلة بيقول لك إياها من كلهم بسمعها من عدة مرنمين خاصة ومن عدة أصدقاء، الله يرضى عليك وطيل البتري وطيل البيس. أخي أنت دينتك معودي غلط، مش نحن الغلط، الغلط من عندك. ليه؟ لما درست أنا بكيم يوم، أنا أستاذي تيم يونغ، أهم تفوت على الإنترنت بست إنجينير بالأوديو، هو في اثنين هني أقوى اثنين بالعالم، تيم يونغ درست عنده وبوب كاتس بلندن أو بأمريكا. فهودي الجماعة أهم اثنين. لما عمل لي تيست سمعني 10 قطع، قال لي أيها الأجمل؟ سمعت منك، قلت له هي، قال لي هيلو هيدي أقل نسبة نجاح فيها. ليه؟ هيدي بسمع غلط. طيب لقي لي ما عليه وحدة تانية غيرها، نقيت التانية من بعدها يعني المفروض تكون إنه نمبر 1 طلعت 10، نقلت التسعة. قال لي قبل ما بلش علمك بدي أضبط لك دينتك، دينتك غلط، بتسمع غلط. نحن الشعب العربي ما يسمح لي بيسمعوا غلط. لأنه ليش؟ نحن ربينا من زمان من أيام الموسيقى تبعيتنا، إذا بتسمع الأغاني القديمة كنت تسمع صوت المطرب ويكون معه فرقة، بك تنبش على الفرقة وينية موجودين، يعني ما بدي أسمي أسامي فنانين معروفين وعملوا تاريخ لبنان وتاريخ الشرق الأوسط، بتسمع صوت المطربة صوت المطرب وتبرم على الموسيقية. طيب مش مزبوط هيدا. أي بعدين عنا الموسيقى تبعيتنا بتشتغل هاي هيك، نحن الموسيقى عنا مجنحة، بتسمع هاي حلوة فاتحة الغنية، تبخي فاتحة البيس وين هو؟ ما في بالانس، يعني بدك صوت المطرب بالميد على 500 هرتز، بدك تشوف إكويفالنت بتوين الهاي واللو. هيدا دينتنا كلنا نسمع هيك، لما تعلي له البيس والدرامز لا 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 وطيلي البتري يا أخي، درامز أوكي البتري على أساس نحن خريجين فرنسا. هلأ بالنسبة لموضوع الماسترينج سريع، بتحب تسمعه او اكيد تفضل، بس يكون عم ناخذ فكره امام كل المشاهدين. ايه هيدا الموضوع يعني عم نظبط دينتنا، فهي المشكله انه عم يجيب سوفت وير معمول تيكون البيس مكسج من الاساس قبل الماسترينج بليفل معين، والكيك بليفل معين، والبيس بليفل معين تتعمل هالبالانس. لما يجي عندك البالانس هيك وتيجي تحطه على السوفت وير اللي بيعمل لك هالواحد بده يضيع، بده يبرم عليه، لم يشقله تخربطت اللب، يعني من الأساس في غلط. هلأ الماسترينج هو عبارة عن خمس أشياء بدها تنعمل، بدك تعملها مانيول بإيدك، ما حدا يقنعني إنه في بروجرام بيقدر يعملها. إنه في أصلاً لما بتدرس ماسترينج في 30 نوع من الموسيقى، هو كلهم بيشبهوا بعضهم. طيب مش معقول الترتيب اللي تعملها مثل غنية دانس يعني. صحيح. ما هيدي أول شغلة، هي بدك تشوف المشاكل بالأكوستيك تتعالجها. في مشاكل، مش كل الاستديوهات معمل لها اكوستيك بروفيشنال، بدك تشوف المشاكل بالاكوستيك اللي بتسمعها. شغله ثانيه، في فريكوانسيات بالميكس منك صيبه، يعني بتحس انه الليفل بعد تبعول الكيك بده يكون اعلى، بدك تشتغلهم تجيب البالانس مزبوط، يعني الميكس يجي
مرتاح. نعم. الكيو تبعيته مضبوطه، بتشيل الفيزنج منه. الثالث هو في سيستم بينعمل مهما تعلي، بتلاحظ معظم الاغاني بلبنان اغاني، خلينا الترتيل على جنب، لما تعلي على مستوى معين بتحس بالدوش او ما فيك تسمعها. هيدا السيستم لانه بده يمرق على كومبرسر معين، هيدا بيكمش كل اللي بيعمل ديستورشن لللو فريكوانسي، ما تزعجك بيكمشها. هيدا بدك تعيره هون عندنا ما في. رابع شغلي الباور تبعه للغنيه قد ايه لازم يكون، مش ما نضلنا نحن بالرايح بالمشوار بالسياره تعلي وتوطي، لا دائما ليفل بده يكون مستوى واحد، وهيدا هو المصدر. دكتور قبل ما نكفي معكم ونحكي اكثر ايضا ونغوص اكثر بتفاصيل التراتيل، رح نتابع سوا ترتيله بعنوان شرب المخلوف وبنرجع ايضا لنكفي حوارنا معكم. اوكي هلا من اليوم. هيدي كانت وحسب ما عرفت ايضا انه هيدي كانت اول ترتيله لحضرتك اليوم، ليش اخترتي انه تكون اول ترتيله موجهه للقديس شربين؟ قديس لبنان، قديس العالم كله، ما صحيح. في بيت بلبنان الا في حدا اسمه شربين. صحيح، يعني دغري متوجه دغري قديس شربين. اليوم يمكن هيدي كانت اول تجربه لك من ناحيه التصوير الكليب. نعم. اذا فينا نقول يمكن مصر. خبريني اكثر اليوم كيف كانت هيدي التجربه بالنسبه لك، شو هي الصعوبات اللي يمكن حسيتيها بالنسبه لشخص اول مره عم بيصور، عانيتي منها؟ اكيد التمثيل صعب يلي انه مش محترف التمثيل، بس مش الحال مشيناها. دكتور اليوم كيف تم العمل على تلحين هيدي الترتيله؟ اوكي انا عندي ما بحب لإلي اقول انا ملحن. نعم. ما بحبها. اليوم لما بده يكون انسان محترف بشيء الماكسيموم تقول ملحن، انا بدي يكون على صعيد شرقي عربي عبد الوهاب مثلا، او غربي بدي اقول مثل بيتهوفن. صحيح. يعني او ما اقول انه ملحن، بدي يكون فانا عندي تجارب لحنيه والنتيجه عم يحبوها، وهيدي شغله حلوه عم بوقف حد الاصدقاء بهالموضوع،
يعني مني عامل كم لحن بيجي بيقول لي شخص بدك تلحن لي قطعه، لا لا انا هي عمل كوني دراستي الموسيقيه بتسمح لي وخبراتي كويسه وعندي تاتش انه عندي جمل بتطلع معي، ف عم يطلع عم يحبون الاصدقاء وهذا التارجت تبعيتي منا اكثر من هيك. نعم. اليوم كارمن اذا ممكن نسمع يمكن مقطع منك لايف من الترتيلي يلي هلا احضرناها وتنرجع ونكفي حديثنا ايضا عن باقي الترتيل. في تلي بعنايا وسحابة بخور عدرب القداسي شرب المخلوف، في تلي بعنايا وسحابة بخور عدرب القداسي شرب المخلوف، بأوضة صغيرة الإيمان محفور بصلاة لله بالروح مخطوف. كارمن شكرا لك، وأيضا رح نتابع هلا رح نكون بكليب تاني اللي حضرتك عملتيه أو ترتيلي تاني لعيد الميلاد تحت عنوان نجمة الميلاد، رح نتابعها سوا أيضا ونرجع لنحكي عنها أكثر. من اليوم لما تكوني عم تختاري اول شيء بدي منك تعطينا تفاصيل اكثر عن الترتيل اللي هلا سمعناها هي اللي هي تحت عنوان نجمة الميلاد اليوم. نعم. كيف تم هذا العمل، كيف تم الاختيار، وثاني شيء بدي اعرف منك لما تكوني اليوم عم تقري اي كلمات ترتيلي معينه كيف اليوم بتقرري انت انه انا راح اختار هيدي الترتيله لاشتغل عليها مش الترتيله الثانيه. اوكي، في ترتيلة شرب المخلوف ونجمة الميلاد. صحيح. للشاعرة آلين أبي خليل، نوجه لها تحية. أكيد.
أكيد من ألحان دكتور مارون، توزيع وتسجيل ماسترينج. أكيد بختار الكلمات تكون حلوة يعني وتمس يعني الدينة والقلب وكل شيء، تكون الكلمة حلوة. أكيد دغري بتعجبني بخدها. نعم دكتور، اليوم شو الفرق لما نكون عم نشتغل على ترتيلي أو أي أغنية تانية؟ شو اللي بيفرق، شو اللي بيميزهم عن بعض من الناحية الموسيقية من الناحية التقنية؟ كل قطعة لها هيكليتها، ونحن بلبنان عنا للأسف عم تنخلط أوقات الأمور، يعني ملحن أغنية عم يلحن ترتيلة والعكس بالعكس. المشكلة وين؟ إنه إلها كاريزما معينة. لا. أنا اللي بشوفه هلأ، أنا ما فيني إذا بحب نوع معين من الأكل أفرضه على غيري. يعني مثلا بتحس إنه في اليوم أنا صداقة بتجمعني كبيرة زمان، يعني من أكثر من 15 سنة، ومع المونسينيور منصور لبكي نحن نفس التوجه الفكري بالنسبة للموضوع. نبتعد ماكسيموم تنوصل للعالمية من الربع صوت. بليز يا جماعة، نحن كلنا مثل محطتكم الغالية. صارت طبعا هي على نايل سات، فأنا بعرف أنه نايل سات بتشوفها كل العالم. صح. منا لوكالي بقى، منا لبنان. فهالربع صوت لم يطلع على أي دولة أجنبية، عم يفكروا أنه هذا المطرب عم ينشز، ما عم يفهموا شو معنى ربع صوت. يعني نحن تعطيهم مثل لبناني كتير مهم. في معلي لو اتطرقنا على موضوع معين، هو قازم الساهر. قازم الساهر ملحن قطعة لمطربة اسمها لطيفة اسمها حاسب، مستعمل فيها ثلاثة ارباع الصوت. بتسمعه بتحس شيء غلط، لأنه مش معودين دينتنا مثل أخواننا العراقية على هالنغم. فالغرب لم يسمعوا الربع صوت بحسوا أنه هالفنان عم ينشز، ما رح يستعمل أنه هذا ربع صوت وما نوصله. لا، ما فيهم بقى توصلوا لبرا، لأنه برا نسينه. بعدين لا بيركب عليه أرموني مثل العالم، ولا إذا بك تشتغلوا موسيقيا بخاوي. بعدين في نوع معين، بليز إذا بيسمحوا لنا الموزعين، ما بقى يستعملوا الإيقاعات الشرقية للترانيم الدينية. هيدا الرتم المقصوم والصعيدي والبلدي، هيدا عمل للرقصات مش للترتيل. يعني يا عدرا ترتم تتتا، خي عدرا على السلام مجد اسمها جايين. فهمت علي اللوجيك؟ فنحن لا، أنا بشتغل على صعيد غربي. يعني إذا بتشوف أنا موزع له معظم تراتيل مونسينيور لبكي، معظمهم بتحس الهيكلية العالمية عنده. نعم. أي فاليوم لما أشغل اللحن بشتغل على نطاق أنا دارس غربي، بعرف إنه هالنوع من الموسيقى بده يمس قلب ودينة الإنسان وين ما كان بأي عالم. والأوركستريشن عم تجي راقية والموسيقى راقية، فهيدا التاتش. فما نروح نفصل بين، ما نفصل بين الغنية وبين الترنيمة. نعم. هاي الترنيمة عم تحطيها لأسمى العذرة تجي تحط هيدا وسط. اليوم كارمن بدنا نسمع منك قبل مقطع أيضا من الترتيلية اللي هلا سمعناها. نجمة بتتمايل دلال تضوي ليلك وانين، أنغام بتمرق عمه تلقيت زهور بساتين، تلج بينزل موقدي خصون الدفا جايين، ملوك تهل الخلاص رعيان ترتل الحنين. شكرا لك. بدي اتعرف منك اكثر على اخر ترتيل اليوم اشتغلت عليها، شو اسمها وين ساهم فيها لنقدر اليوم رح نكون عم نقدر نحضرها مع المشاهدين؟ مزبوط، هي ترتيلة كمالة مار شاربل على درب حبك، من كلمات الأب لويس مطر، وكمان من ألحان دكتور مارون أبو دويان، وما نعملها فيديو كليب، تصوير الأب شادي بشارة كمان موجه له تحية، دائما يعطيني مشاهد حلوة. نعم، رح نتابعها سوا مع المشاهدين ونرجع أكثر لنكفي حوارنا معكم.
مش دكتور بدي اسالك اليوم حضرتك الثلاثين الثلاثة اللي تابعناهم نحن هلا حضرتك كنت عم تتعاون فيهم الى جانب كارمن لنقدر نكون عم نشوفه نحن هلا، شو الميز صوت كارمن عن غيره من الاصوات؟ لما تعرفت على مدام كارمن حبيت اسمع صوتها، فعطتني نوع من الغناء يعني في دفى وفي سجن كنائسي. يعني ما خلصت لا بدي اسالك كنت ترتلي؟ قلت لي طبعا. قلت لي معظم ايام طفولتي يعني كنت بالكنيسه رتل واهتم بالامور الكورال والترانيم والسولو، فلقيت عندها هالتاتش موجود، فكان كثير مسهل غير ما تجيب انسان بعيد عن هالموقع وتيجي تعطيه اللحن الكنائسي يعني الترانيم والى اخره، يعني هالتاتش الكنائسي ما في. اذا انسان بيغني ما في روح دغري يعرف المود ويعرف الفيلينغز تبعه للكنيسه شو بدها تعمل هالشعور بيقرب لمحبه الله. نعم. الكلمه دكتور اليوم نحن شو مميزات الترتيله وشو سبب سكبه لتكون ترتيله؟ كل واحد عنده راي، ما فينا نحن اليوم مثل اي انسان. الحمص رح نعطيك مثل، سوري انه بعيد كثير بس واقعي. ما في مطعم بروح عليه او اي بيت تتغدى فيه بتلاقي نوع الحمص وزيته صحيح. وكله راضي. ونحن بالترتيل كل انسان عنده، في ناس عنده تاتش الاوريونتال اذا ما فيها عود وناي بحسها منا ترتيله، هذا ذوقه. بس نحن في جروب معين بنحب الترتيله تكون للعالميه، تكون موسيقى راقية، مش معناتها هذيك مش راقية، الموسيقى الكلاسيكية، لأنه بتحس إنه اللي اشتغلوا من زمان بالموسيقى الكنائسية مثل شوبرت، مثل هايدن، مثل كل الموزار، كلهم عطوا هالرونق الكبير. نحن هو اشتغلوا من سنة 1700 و1800. نعم. طيب نحن بعد 200-300 سنة ما نرجع لورا، مفروض نكمل هالعبء اللي عملونا إياه. فمنشان هيك أنا بروح للموسيقى العالمية أكثر من الموسيقى اللوكالي. نعم. كان من سؤالي الأخير لإلك اليوم، يمكن أنت من خلال تجربتك ومن خلال خبرتك كل هالسنين، شو بتنصحي كل واحد اليوم يمكن عم بفكر إذا فينا نقول يستفيد أو يغتنم فرصة إنه اليوم الله نعم عليه بصوت حلو؟ يعني أكيد يستغنم الفرصة اللي بتجي له ويهجم. نعم. أكيد أشكر دكتور مارون، هو عن جد وقف حد كتير عن جد مرسي كتير لك. دكتور اليوم السؤال نفسه بدي أطرحه عليك انطلاقا من خبرتك أيضا ومن خبرة كل هالسنين، اليوم نصيحتك يمكن لكل واحد عنده هيدي اللمسة أو الدينة الموسيقية إذا ممكن نوصفها، شو نصيحتك لهم اليوم؟ يعرف كيف بده يشتغل، يشوف الأنسب وما يسمع لناس هالي على الفاضي. في ناس عندنا كتير بتعمل هالي، لا يعمل يشوف التارجت المضبوط ويشتغل. هيدا اللي وصلني أتعلم بكيم يوم، وهيدا اللي وصلني أتعلم بالرويال أكاديمي. فالمفروض تروح على الأساس وتشوف محلك وين. يعني بتحب الشرقي بتروح عند ناس مخضرمين في الشرقي، بتحب الغربي بتروح عند ناس مش تضيع مش عارف حلك شو بدك تعمل. خد في مثل إنجليزي بيقول you can't serve two masters، ما فيك تخدم سيدين بحياتك. صحيح. إذا بدك تشوف وين حضرتك، وين بتشوف حالك تروح عليه. نعم. المرنم كارمن غاوي والدكتور مارون أبو ديوان دكتور بمعالجة الصوتيات، أنا بدي أتشكر حضوركم معنا اليوم. نحن نتشكركم. شكرا لكم. خلينا إياك كارمن، نحن رح نختم فقرتنا بأغنية من اختيارك اليوم للبنان. أوكي، منقل له ونحبك يا لبنان طبعا كل الظروف أكيد. بحبك.
حبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك، بسهلك بحبك وبتسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني، سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروع الداير نار وبواريد، قلتلن بلدنا عم يخلى جديد، لبنان الكرامة والشعب العنيد. وكيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك، كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك، وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك، وحبي من ترابك بكنوز الدنيا. وبحبك يا لبنان يا وطني، وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك، بسهلك بحبك وبتسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ونرجع معكم لنتابع باقي حلقتنا. جراس جراس جاي الطفل الليل جاي، يا حكاية ما إلها نهاية. عتمو ليل بردو ناس وسع الليل، جراس جراس جاي الطفل الليل جاي، يا حكاية ما إلها نهاية. عم تتخبر بالقداس ينبي دمعة تقب الكاس، عم تتخبر بالقداس ينبي دمعة تقب الكاس. جاي الطفل الليل جاي وسع الليل جراس جراس، جاي الطفل الليل جاي وسع الليل جراس جراس. انت
جراس جاي الطفل الليل جاي يا حكاية ما إلها نهاية عتمو ليل بردو ناس وسع الليل جراس جراس جاي الطفل الليل جاي يا حكاية ما إلها نهاية عم تتخبر بالقداس ينبي دمعة تقب الكاس عم تتخبر بالقداس ينبي دمعة تقب الكاس جاي الطفل الليل جاي وسع الليل جراس جراس جاي الطفل الليل جاي وسع الليل جراس جراس ترجع الضحكة لعيون الصغار ليلى عم يحكي صار كل نهار ترجع الضحكة لعيون الصغار الله طفل صغير ما أقول هالالله بوجوهنا تجلى صار ولا بيصير الله المعبى الكون يتجلى عنا الهو ونعيش في الميلاد نحتل المرمى صار ولا بيصير الله المعبى الكون يتجلى نلبس النعمة هيك وبكلمة راحت العتمة صار كل نهار نلبس النعمة هيك وبكلمة راحت العتمة صار كل نهار ليلى عم يحكي حليان بتحكي ولو يفهموا الكبار مش عجقة ولاد ولا تياب جداد طل يوم العيد هالفج جديد مش عجقة ولاد ولا تياب جداد طل يوم العيد هالفج جديد تنعيش بالميلاد صار ولا بيصير الله المعبى الكون يتجلى عنا الهو ونعيش بالميلاد نحتل يمنا النار
وشعنا وشعنا في السماوات وشعنا 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 في السماوات. صوت القوة ناشد صار طفلا صار طفلا صوت القوة ناشد صار طفلا من أجلنا. هيا بنا إلى المغارة كما سماه الملاك مخلصنا من الهلاك. صوت القوة ناشد صار طفلا صار طفلا صوت القوة ناشد صار طفلا من أجلنا. أشرق لنا يا عيد الأعياد فرح عظيم فرح عظيم عظيم يا ميلاد. وشعنا 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 في السماوات. سبحوا صار طفلا من أجلنا. عودة لكم مشاهدينا لنتابع باقي فقراتنا. اسمحوا لي اني رحب بالبدايه بزميلتي كارين. كارين اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك انطوني، وانا بدوري كمان بدي رحب فيك. كارين مثل ما تعودنا اكيد نحن هلا رح نبلش بفقره اجنده لليوم. نعم. والبدايه مثل العاده مع اخبار كورونا بلبنان، حيث سجلت اخر 24 ساعه 2298 حاله، 2281 منهم من المقيمين و17 من الوافدين، ليصير عدد اجمالي الحالات 175,118 حاله. نعم. اما بالنسبه لعدد الشفاءات فهي 125,473 حاله حتى اليوم، كما تسجلت ايضا 21 حاله وفاه للاسف بالفيروس، لترتفع الحصيله الاجماليه للمتوفين ل 1430 حاله. بهالاعداد هيدي كارين احتل لبنان المرتبه 50 عالميا من ناحيه ارقام كورونا. نعم انطوني، ومن كورونا لبنان ننتقل الى كورونا العالم، حيث سجل خلال 24 ساعه المنصرمه 81,819,305 حالات. حالات الوفيات بلغوا حتى اليوم 1,784,627، اما حالات الشفاء فقد بلغوا 57,950,217. إذا أيضا بدنا نضلنا بالسياق المتعلق بكورونا، فقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفويض وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال دكتور حمد حسن لاستكمال إنجاز الاتفاق مع شركة فايزر لتأمين لقاح كورونا، وذلك بعد موافقة وتفويض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. كما استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبل يوم أمس بقصر بعبدة وزير الصحة العامة دكتور حمد حسن
اللي شكر الرئيس عون على اعطاء الاذن على اعطاء الاذن للوزاره بالتفاوض مع شركه فايزر لتامين لقاحها الخاص بمواجهه وباء كورونا وتزويده بالتوجيهات اللازمه لابرام الاتفاق مع الشركه المذكوره ولتحقيق هذه الغاية. كما أشار الوزير خلال اللقاء لأنه تم تشكيل لجنة لضمان وصول اللقاح بفعالية إلى مراكز التلقيح المعتمدة وبعدالة، وكما وطمأن أنه رح تكون هناك شفافية ومواكبة أمنية وعسكرية ومجتمعية لنحقق فعليا الأهداف اللي من أجلها عم نضحي بهذا الوقت الصعب. نعم، وبعد اللقاء أدلى الوزير حسن بالتصريح الآتي إلى الصحفيين قائلا إنها محطة من المحطات المشرفة والمسؤولة والحكيمة ننجزها اليوم بتوجيه ودعم من فخامة رئيس الجمهورية من خلال الإذن بالتفاوض مع شركة فايزر مباشرة لتحقيق اللقاح بالسرعة الممكنة مع تأمين كافة الاعتمادات المالية والمادية لإبرام الاتفاق لاحقا بالسرعة الممكنة أيضا. ورغم كل التحديات والتأويلات ورغم كل ما يتم تسويقه أعلاميا ضد اللقاح ضد الحكومة أو ضد العهد، فإننا نقول إن ما ننجزه اليوم هو رد بالأفعال وليس بالأقوال، لأن السلطة الصحية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء قد اتخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح فايزر الوحيد المتاح حتى الآن والذي حصل على الاستثناءات والموافقات كافة من قبل المنظمات الطبية العالمية. في خبر آخر، كارين وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ثلاثة قوانين حملت الأرقام 198 199 و200 بتاريخ 29 كانون الأول 2020، ويرمي القانون 198 لتنديد العمل بالقانون رقم 107 على 2018 واعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة نافذ وتمديد العمل به، ويرمي القانون 199 إلى تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم. أما القانون 200 فيقضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لسنة واحدة فقط. وكان مجلس النواب أقر القوانين الثلاثة بجلسته اللي انعقدت يوم الاثنين ب 21 كانون الأول الجاري. نعم، طمأن ممثل موزعي المحروقات بلبنان فادي أبو شقرة باتصال للوكالة الوطنية للإعلام أنه أزمة البنزين قد حلت ومشكلة الاعتمادات بطريقة إلى الحل، إذ بدأت البواخر بتفريغ حمولتها، مؤكدا أنه تم توزيع مادة البنزين أمس على المحطات على أن يتواصل التوزيع بشكل أكبر اليوم، متمنيا أنه يجي هيدا العيد ويكون البنزين متوفر بالمناطق اللبنانية كافة. كما وتوجه الاتحاد العام للنقابات الزراعية بلبنان ببيان شكر لوزير الزراعة والثقافة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى على جهوده القيمة بمتابعة ملف التجار يلي عم يتلاعبوا بالمواد المدعومة كافة وادعاءه عليهم لدى النيابة العامة. وأشار البيان إلى أن الوزير مرتضى لطالما عودنا على متابعة الحثثية لكل القضايا والأمور اللي بتعنى بالمزارعين وبيترك بصمته برفع الظلم عنهم. نعم، دشن البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي بمناسبة اختتام المئوية الأولى لدولة لبنان الكبير 1920-2020 النصب التذكاري للبطريرك المكرم ليس لحويك اللي قدمته الرابطة المارونية بباحة مزار سيدة لبنان بحريصة بحضور السفير الباباوي جوزيف سبيتاري رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعم طلّة أبي نصر نقيب المحررين جوزيف القصيفي نائب رئيس الرابطة الدكتور خليل كرم مدير الرابطة العميد بيير أبو نصر رئيس جمعية المرسلين الأب مارون مبارك والرئيس العام لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونية الأخت ماري أنطوانيت سعادة وأعطاء المجلس التنفيذي بالرابطة وأباء وراهبات. كما ألقى البطريرك الراعي كلمة تحدث فيها عن العلاقة اللي كانت تربط المكرم بالقصادة الرسولية أنذاك وبجمعية المرسلين اللبنانيين وجمعية راهبات العائلة المقدسة اللي أسسها لحويك لخدمة الوطن واللي نحن اليوم بحاجة إلى أمثالها. وشكر الرابطة المارونية المتبرعة بالتمثيل وأشاد بهالعمل الفني للناحية باسكال القاضي. وبالختام منح البطريرك بركته الرسولية للرابطة المارونية تعبيرا عن الشكر والتقدير لتقديمها تمثيل البطريرك المكرم مؤسس مزار سيدة لبنان. كارين، مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرة أجندة لليوم.
أنا بدي أتشكرك على وجودك معي بهيدي الفقرة، وأنا بدي أودع المشاهدين ولكنهم هن رح يكفوا الحلقة معك بآخر فقرة لنا. نحن منتوقف مع فاصل وبنرجع من بعده لنتابع حلقتنا. على عرش السماء آه وألف آه من على عرش السماء طفل سماوي أرسله الله ليكون للأرض اهتداء يوم كانت تجهل من تكون ولا إلى أين البشر فيها سائرون يوم كانت تجهل من تكون ولا إلى أين البشر فيها سائرون استفيقوا استفيقوا يا أيها البشر على صوت طفل يسوع مجدوا مجدوا كلامه الحق في كل آن مهده صدر الأيام ضحكته خلاصنا بكاؤه خطايانا أنفاسه صدانا استفيقوا استفيقوا يا أيها البشر على صوت طفل يسوع مجدوا مجدوا ارفعوا ارفعوا واسمعوه ما يقول الله الله ما أجمل أن يكون حب الإله أن يكون حب الإله هدية لنا بالميلاد هدية لنا بالميلاد لنبقى في الحب لنبقى في الحب مدى الحياة مدى الحياة آه وألف آه من على عرش السماء آه وألف آه من على عرش السماء طفل سماوي أرسله الله ليكون للأرض اهتداء عودة لكم مشاهدينا. امرأة تسلحت بكلمة الرب تمسكت بإيمانها واختارت العيش حسب الوصايا لتعطي محبة وأمل للناس. دانييلا أبو رجيل خليل يا أهلا وسهلا فيك اليوم. أهلا فيك كارين ميرسي. نورتي نور ميرسي. الشباب. تنبدأ بالأول بحياتك الشخصية من أنت؟ دانيا أبو رجيل متزوجة من جوزيف خليل محامي. أم لولدين أنتوني وأنجيلو عمرهم 14 و12 سنة. بشتغل أنا امرأة عاملة مثل أغلبية الستات اليوم مستشارة بغرفة التجارة اللبنانية الفرنسية ومثل كل إنسان عنده هواياته وعنده تطلعاته للمستقبل وعدة نشاطات بقى بجرب أوفق بين كل شيء وعائلتي وشغلي نعم كيف لك اكتشفت قوة الروح القدس بحياتك؟ الروح القدس صعب نكتشفه أنا بالنسبة لإلي من أنا وصغيرة كانت علاقتي أكثر مع يسوع الولد صعب تشرحي له شيء غير مرئي الروح القدس ما بيشوفه
بينما يسوع بتشوفيه بالأيقونة، بتشوفيه بتمثيل. فكنت علاقتي من أنا وصغيرة على طول يحكوا لنا عن يسوع، إن كان بالمدرسة إن كان بالعيلة. وتعلمت من أنا وصغيرة إنه يسوع صديقي، ما منشوفه بس نقدر نحكيه. فعلى طول كنت أشكي له مشاكلي، اتحدث أنا وياه كيف تحكي مع صديقك. ربيت هيك العلاقة بيني وبين يسوع، وما كنت أعرف شيء عن الروح القدس، ما كان يعني لي صراحة أنا وصغيرة. تصرت بالعشرينات وتعرفت على جروب دو بريير سورس دو فيف ببدارو، وهن بيستقوا إذا بديك الروحانيتهم من التعليم شوي الروح القدس والإفيزيون دو الإسبري سان. فهون اكتشفت عمل الروح القدس وصرت أتعلم شوي أكثر عن الموضوع. نعم، يعني شو بتخبرينا عن تجاربك الخاصة مع يسوع؟ تجربة الخاصة على طول، كل يوم، كل لحظة، كل ثانية. كل إنسان بيقطع بأبس أند داونز، بصعاب، بأوقات حلوة بحياته. نعم. بس على طول بالأوقات الصعبة بدك تلتجي لحدا عنده قوة. أنت نحن عنا الليميت تبعتنا، عنا حدود بتصرفاتنا وبقوينا العقلية والبسيكولوجيك والنفسية. على طول الله بيعطيك هالراحة وقت بتفوتي على الكنيسة أو بتفوتي على القداس أو بتروحي بالطبيعة، بتحسي إنه في قوة خارقة أكبر منك هي قادرة تستوعبك وبتستقي منها هالقوة حتى تقدري تحلي مشاكلك. نعم. حضرتك لمعتي بغنائك للأوبرا، ويمكن بهيدي الطريقة قدرتي كمان توصلي صوت الرب إلى كل الناس. شو بتخبرينا عن هيدي الموهبة؟ الموهبة بتخلق معك كمان، هي من عند الله، هو بيعطيك إياها. كل إنسان عنده موهبة معينة، يمكن تكون الغناء، يمكن تكون يكون عالم بالمات أو بالفيزياء أو طبيب. كل هيدي مواهب، والموهبة تتنمى. يعني أنا وصغيرة كنت غني على طول بالبيت، كانوا يسكتوني. هيك اكتشفت أنه أنا بحب غني، هيدا الشيء نابع مني أنا، من 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 روحانيتي، من جوا على طول في فرح بدي غني. ورجعت نميتها، درستها بجامعة الروح القدس، تعلمت وأخذت ديبلوم بالغناء الأوبرالي. ووقت اللي كان بقدر كنت أحضر كونسيرات، كنت متفضية قبل ما أتزوج أكثر لهالموضوع. بعدين مع الأولاد بيخطفوا لك من وقتك شوي، أكيد. هن وصغار خصوصا، هلأ كبار، كبروا شوي، صاروا بال14 تين ايجرز، صار فيك شوي، صاروا هن انديبندون، بيقدروا يحملوا مسؤولية حالهم أكثر، فبتتحرر الست تقدر تمارس هواياتها. وأنا بشجع كل أم عندها هوايات تقدر هي كمان بوقت معين ما تترك عائلتها لكرمال هوايتها. يعني العائلة أكيد تيجي قبل، يمشوا باراليل مع بعضهم، وتقدر تشتغل على حالها، ليش لا؟ نعم. هل أولادك اليوم عم بيخدموا موهبتك منك، بيقعدوا بيعملوا مثلك بالبيت؟ بينتقدوني لأنه الأوبرا مش هينة تسمعيها، يعني بدك تعطي صوت. بقى بنطروا ما يكونوا بالبيت حتى لا أتمرن، بالعكس بيشجعوني يعني. بس بنضحك مرات على الموضوع أنه ماما عم بتغني هلأ، سكروا دينيكم مثلا. بس نضحك بالموضوع. إنما الأوبرا بدك تتفرغي لها، بدك تمرني صوتك كل يوم، بدك تكوني جاهزة. منا هيني، خصوصا نحن بمجتمعنا، نحن الموسيقى بدك تكوني محطوطه باوضه عازله حتى ما تزعجي غيرك، ما تزعجي الجيران. بس كله ربنا بيدبر. طب كيف عم تجمعي بين الاوبرا وبين الحياه المسيحيه، بين ايمانك اليوم؟ من شي سنتين اخذت قرار، لانه كنت يعني مرات الواحد بيسال حاله سؤال، انا شو بدي اعمل بصوتي بموهبتي؟ كنت شارك بمهرجانات، منها مهرجانات البستان، على أعياد الميلاد، على المناسبات. بعدين قلت بدي أخذ خط، أنا بدي أقرر شو بدي أعمل، لأنه صار عندي وقت أكثر. حسيت أنه أنا كدانيا ما بدي أغني تغني، بدي أغني بدي أحمل معي مساج، يعني خلي صوتي يكون في رسالة من خلاله. هالرسالة الإنسانية، هالرسالة اللي فيها صلاة، يمكن مش ضروري صلاة تكون بس مسيحية، تكون جامعة إذا بدك، لأنه الموسيقى هي لغة جامعة على الجميع، منها متخصصة بمسيحي أو بديانة أخرى. بس اللحن الحلو والكلمة الحلوة بتدق بكل إنسان بصميمه. ونحن بحاجة اليوم بأيامنا هيدا الصعبة اللي عم نعيشها،
نحن بحاجة أنه نحس بإنسانيتنا، حدا هيك يجي يحسسنا جواتنا نحن أنه في شيء حلو نطلعه لبرا، لأن العالم ما عم تقدر تعبر اليوم، نحن بأوضاع كتير صعبة اليوم. صحيح. إن كان اقتصاديا، سياسيا، أمنيا، صحيا، الناس عم تعبانة، تعبانة نفسيتها. الموسيقى بتساهم كتير إنه تقدر ترفع الناس عن هالمشاكل الأرضية. نعم، رح نتابع سوا ريبورتاج بخبر عن موهبتك أكثر. الفكرة طلعت معي بأول سبتمبر، أول أيلول. كنت عم فكر، كانت بعده انفجار بيروت طالع جديد وكلنا مأثرين فيه، واتضح لي أنه ذكرى الأربعين لهالانفجار بيسائب بعيد الصليب 14 سبتمبر. وهيدي الترتيلة أنا بحبها كتير، هي من كلمات الشاعر الكبير فيكتور هوغو الفرنسي. فكلمات بتدق فينا نحن، لأنه نحن مثل كأنه اليوم ماشيين على الجلجلة. ترتيلة اسمها كروسيفيكس، يعني نحن اليوم مصلوبين كلبنانيين. صحيح. بس لازم نعرف أنه بعد كل صليب وكل جلجلة في قيامة وفي خلاص. فاقترحت الفكرة على ست جوزيفين الغول، وكتير تجاوبت معنا.
وطلبت من لوران شديا المخرج الموهوب انه نلتقى انا وياه ونشوف كيف بدنا نعمل الفيديو. فتشاركنا بالافكار انا ولوران حتى لي نقدر نطلع عمل حلو. وبالفعل الاشخاص اللي بتشوفيهم بالفيديو كلهم متطوعين، وبظرف 24 ساعه كلهم يعني تجاوبوا مع المشروع، وفي منهم ما كنا بنعرفهم يعني اجوا اون ذا سبوت بنفس النهار، ما خافوا لا من الكوفيد ولا شيء، اصلا كنا بالطبيعه كنا اخذين كل الاحتياطات اللازمه، وهيدي كانت النتيجه. نعم. تنحكي بموضوع اخر، شو علاقتك اليوم بالمسبحه الورديه وكيف عم بتساهمي بنشر اهميه تلوثها؟ الورديه انا مرفقتني من زمان، هي عادي بالحرب كنا نصلي وقت يصير في قصف، نجتمع العيال مع بعضها والجيران نصلي. فمن بعد ما تزوجت انفقدت شوي هيدي العاده، يعني ما كنت تشوف جروبات عم بتصلي الورديه الا بالكنايس، بيبقى في ستات بتجتمع قبل القداس بيصلوا. بس للاسف كنت التبي على طول لقي انه الستات بيكونوا كبار بالعمر اللي بيصلوا بالكنيسه الورديه. وهي بس بالفعل ثقبت صدفه انه انا كنت بسنه 2011 كنت طالبه هيك عامله ندر انه بدي كرم مريم العذراء وبدي احط لها تمثال عندي بالباركينج كبير، واذا بدي كرمها كثير يعني للعذراء بدي اعمل تمثال كثير كبير. واذ بتفاجئ يعني طلبت من العذراء قلت لها انه بليز وحي لي اي تمثال بتحبي اني كرمك من خلاله، لانه صدعت بالاشخاص هيك كل واحد شكل وكل واحد لونه، هيدا كبير وهيدا صغير وهيدا غالي وهيدا رخيص، ما حسيت انه عم بقدر نقي تمثال. واذ بالصدفه قبل عيد شهر العذراء بسنتا لو 1 ماي اول ايار بلتقى بخوري بعرفه كنت كثير يعني شايفته مقصة عنده مرتين، حكيته هيك كلمتين وودعته. انا عم بودعه هو بيقول لي يعني كنت فالي بيقول لي بدك تمثيل للعذراء؟ قلت انا يي شو عرفه؟ فبيقول لي انا عندي تمثيل للعذراء بس هيدا اذا بدك تكرمي للعذراء من خلاله ما بدك تصمدي، بدك تبرمي فيه بالبيوت. هو تمثيل لعذراء فاطمة، أنا كتير بحب شخص فاطمة بس كنت شيلته من راسي وقتها لأنه إذا بدك تحطيه برا ما بيلقى كتير بالشتة وهيك مرصع ومدهب ما بيحمل كتير دعك. فقلت له بليز أبونا أكيد جيبه، بس قال لي بدك تبرمي بالبيوت. أنا صراحة ما كنت هالإنسان المندفعة روح عند الناس دق البواب، يعني خفت أول نهار تي كيف بدي دق على البواب أنا وقال لهم تعوا تنصلي، كيف بدهم ينظروني الناس يمكن ما يتقبلوني، مع أنه كنت محمسة يعني هيك هيدي لحظة الشك اللي بتجي. صليت بقلبي قلت لها يا عذراء هيئتك أنت عزمي حالك لعندي، يعني أنت عارفة حالك وين بدك تروحي، أنت مشي وأنا رح ألحقك مطرح ما بدك روحي. وبالفعل هي فتحت الطريق. وما بخبي عليك أنا بالمنطقة اللي كنت عايشة فيها صار لي 10 سنين ما كنت بعرف غير جارتي على اليمين وجارتي على الشمال، بروح على شغلي وبرجع بهتم بعائلتي. صرنا بشهر أيار الحي كله بيعرف أنه العذراء عم تبرم، وتعرفت على جيراني صرت أعرف صار في أخوة بيناتنا، منصلي الوردية سوا كل شهر أيار كل يوم ببيت، والعذراء بتنام كل ليلة ببيت. واكتشفت كمان كتير قصص حلوة بهالخبرة، إنه وقت اللي بتصلي مع الناس في لحظة كتير حلوة هي عطول من بعد ما نخلص الصلاة، وقت بتتلبك ست البيت شو بدها تضيف الأشخاص اللي جايين لعندها، يمكن ضيافة صغيرة يمكن فنجان قهوة، بيصير في لحظة أخوة ومشاركة وبارتاج، بيخبروك قصصهم بيخبروك يمكن مشاكلهم، بتحسي عن جد بحضور الله وبسعادة وبهالصداقة العميقة مع الناس. وفي ناس ما بخبي عليك بينطرونا من سنة لسنة لأنه في ناس ما بيزورون، ما حدا بيزورون ولادهم بعاد أو هن مرضى ما بيقدروا يتحركوا على طول من البيت. فهيدا الحلو بالوردية. نعم. برأيك شو أهمية الصلاة على الحياة بشكل عام وعلى الفرد بشكل خاص؟ هلا في قلك انا بالنسبه لي انا ما في اعيش بلا صلاه، هي
بتصور كل إنسان لازم يختبر، كل إنسان بحياته بيكون عم بينبش على شيء، عم بينبش على الحقيقة معينة بحياته. أنا نميت معي من أنا وصغيرة، بس بتعرفي بنكون نحن وصغار سذاجين، يعني علمونا أنه نصلي، بس ما اختبرتي قوة الصلاة. أنا تعلقت بالصلاة وقت اختبرت قوتها ومفاعيلها. أنا بقول الصلاة منا، بحب الناس يعرفوا أنه الصلاة منا ريسيتاسيون، أنه نحن عم نسمع أمثلة أو عم نسمع كلمات أو عم نردد، عم نردد السلام عليك لما لا نهاية وعم نزهق. الصلاة هي عمل. كل ما بكون أنا عم بصلي بكون عم بشتغل. يعني أنا ماني قادرة أكون بمحل معين تساعد شخص يمكن بآخر أقاصي العالم. الله بيحمل هالصلاة اللي أنا عم بقولها من كل قلبي، وهو بيوظفها، بيعرف كيف بده يوظفها. أنا هيدا إيماني، هيدي قناعتي. وبحس أنا شخصياً أنه وصلت لمرحلة إذا بطلب شغلة ما بلاقيها غير دغري صارت معي. وبشجع الناس أنه يكون عندهم هالعلاقة هالعلاقة الشفافة بينهم وبين ربهم. الصلاة ما فيها تمشي لحالها، بس بدك يمشي معها قصص تانية كمان، يلي هي ممارسة واجباتك الدينية. يعني ما نقفي قديس الأحد أنت وعائلتك، مش أنه كل واحد يروح لحاله، حلو العائلة تكون روح كلها سوا. هودي كلهم بيبنوا حولك مثل حصن، حول عائلتك، حول مجتمعك الصغير اللي أنت عايشة فيه، بتعيشي ضمن حصن أمين فيه نقاوة وفيه انفتاح على الآخر، وبتعيشي بسلام. نعم. كيف عم بتعيش الحياة الروحية بالعمل؟ بالعمل مثل بالحياة بتقطعي مرات بصعوبات كمان. أنا وقت كان يقطع علي صعوبات بالعمل كنت أمسك المسبحة، وكانت في أيامات صعبة كتير. وبتصور هالفترة الأخيرة في كتير ناس تضايقوا بالعمل، لأنه في منهم كتير تركوا أشغالهم بطريقة منا مش لايقة. يعني الحالة الاقتصادية اضطروا كتير أرباب الأعمال يحطوا موظفينهم برا. بقى لازم بهالأوقات، يعني أنا بقول لا تكرهوا شيئاً لعله خير لكم. يتكمش الواحد بالإيمان بهذه الظروف الصعبة، حتى لي ربنا على طول بيكون ترك لنا شيء أفضل من اللي تركني. هيدي كمان عن خبرة عم بقلك إياها. مرات نتكمش بشغلنا بنقول أنه نحن عملنا كتير لهالوظيفة اللي اشتغلنا فيها مثلاً، أو حطينا من قلبنا وروحنا وصحتنا مرات، وبتحس انه عم تنشلخي يمكن من شغل معين. بس بالنهايه بعد وقت بتلاقي انه منيح انه اللي تركت، لانه هلا اللي لقيته احسن بكثير. ان شاء الله الوضع يتحسن بالنسبه للكل بتامل بلبنان. طيب كيف عم بتساهم المسبحه الورديه اليوم بتساعدك يعني تاخذي القرارات الصحيحه بحياتك؟ مش بس المسبحة، بحس أنه لازم يكون واحد إنسان منفتح عطول على علاقته مع ربه. في قرارات معينة بناخدها بالحياة كبيرة مصيرية، مثل الزواج، مثل الاختصاص. في قصص مصيرية مرات بدك تاخديها بحياتك. بهاي المراحل المهمة أنا بنصح كل شخص، خصوصا الشبيبة، لأنه اليوم التجارب قوية على شبيبتنا وعلى كل إنسان. لازم ناخد وقت نهرب من هالعجقة اللي حوالينا اللي عم بتصم أذاننا. نهرب ونلتجي للصمت. بالصمت منلاقي عطول جواب. بالإنجيل إذا بتحطي، بنصح أن الشخص اللي عنده قرارات بده ياخدها يحط عطول إنجيل صغير، حد تخته الصبح أول ما يوعى، لأنه هو كلام الله، هو عم بيحكينا. بالصلاة نحن بنحكي، بس بالإنجيل هو بيحكينا. أنا عندي عادة مثلاً، بفتح كل يوم الصبح الإنجيل هيك أوبيف، مطرح الصفحة يلي بتطلع بوجهي وبقريها على طول، إلا ما لقي شيء هيك جواب أحمله ذخيرة لكل نهاري ويساعدني. مزبوط. نعم. بوقت العجقة كيف عم بتضلك تلاقي وقت للصلاة؟ حضرتك قلت عندك أولاد وبتشتغلي، يعني في عجقة حواليك. بتصور كل ست بيت بدها تكون أمينة على عائلتها، وبدها ما رح تلاقي وقت أبداً لتصلي، خصوصة إذا الأولاد بعدهم صغار. فأنا عندي أستوس هيك صغيرة. أول شيء نحن بعصر التكنولوجيا وتلفزيونات، مثلا تلفزيونات نور الشباب وغيرها، على طول بيحطوا صلوات على التلفزيون. يعني إذا بينحط تلفزيون صغير بالمطبخ إذا هي عم تطبخ، هيدا الشيء بيساعدها.
أنا شخصياً حتى أبليكيشن مثلاً الوردية على سيلولاري ما عندي وقت صلي الوردية فيه معين بالنهار، بس مرات بكون عم بحضر طبختي أو حتى أنا عم بشتغل على الكمبيوتر لشغلي بحط مسبحة الوردية وبصليها بنفس الوقت. يعني هيدي قصص فيك تستعمليها بالسيارة إذا عم سوق مشواري بعيد، مرات بنكون رايحين مشوار بالعيلة بنصلي سوا، بينبسطوا الوليد إنه كل واحد عم بيقول بيت من المسبحة، صاروا معودين على هيدا الشيء. يعني اف قديه حلو كمان اولادك ينمعوا على المسبحه الورديه. إيه لا لازم لانه اذا ما اعطيتهم هلا بعدين رح ينسوا. كيف فينا نخلي الرب اولويه بحياتنا؟ هيدي شغله كثير صعبه، هيدي مسيره وبدها قرار. الشخص هو بده يقرر انه انا بدي احط الرب اولويه بحياتي. مثل ما هيدا الشاب الغني اللي إجا سأله ليسوع أنا شو بدي أعمل تأورس ملكوت الله، قال له بدك تتبع الوصايا العشر، قال له عملتهم كلهم، قال له طيب شو بدي أعمل بعد، قال له بيع كل أمليكك ترك كل شيء أعطيه مصاري للفقراء وتعال حقني. بقى هيدا الشغلة قديش صعبة نحن نعملها. هلا مش مطلوب منا نعمل مثل ما طلب يسوع هالقد للماكسيموم، هيدا الماكسيموم. في قديسين عملوها، تركوا كل شيء، باعوا كل املاكهم وتبعوا المسيح او فتوا على الدير. نحن اللي فينا نعمله انه نترك هالضجيج اللي حوالينا ونعطي وقت ليسوع، او نعمل سجود للقربين مره بالجمعه مره بالشهر. بده يصير مثل في عنا مثل ريتويال، كيف بوعى الصبح انا بغسل وجهي بتحمم بالبستيبه بروح على الشغل، حط بهيدا الريتويال للصباحي 5 دقائق راجع ضميري صلي، هيك بنحطه اولويه وبعدين هو بيشتغل، هو عنده في ايد هيك خفيه بتشتغل هي بترتب كل الامور. انا بدي اشكرك على هالرساله الحلوه اللي اعطيتينا اياها وبدي اتمنى لك اعياد مباركه، ولكن قبل حابين نسمع منك ترتيله صغيره بمناسبه العيد وبنكون ختمنا هون مشاهدينا. ميرسي لك كارين. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tache originelle. Et de son père apaiser le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Voici